أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله. سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق ببان تبع حكومة حمادة ومعاكم قناة المواشي. اليوم يوم 28/10/2024 وتعالوا نشوفوا أسعار العجول الذكور البقري المحيرة مع الناس المحترمين. صباح الخير يا فخي. صباحك أبيض إن شاء الله. تاجر يا فخي إن شاء الله. عرفنا باسمك ومكانك. إبراهيم لطف عاشور. معلم إبراهيم لطف عاشور. منين أحد إبراهيم؟ من هنا مجلس إدريس عاشور. الله وكيل بلام عم يحكم على طيزه. يا عم ليه بس كده يا اخي؟ قلت يا حول الله يا. هو على طول الناس الناجحه بيلاقوا ناس فاشله. الله يقوي. بسم الله ما شاء الله. قاعد فين يا فخي؟ قاعد في الدريس عاشور. يسر عاشور تبع عزب الدريس عاشور. عزب الدريس عاشور تبع حكم حماده. اه تبع. اللهم صل عليك كنب. لبنيات ولا كسرين حاجه؟ لبنيات. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك كنب. المال صلاه النبي عليها. الله اكبر الله اكبر. بكام وكام ولا الاثنين على بعض؟ 60,057,000. 60,057,000. والله اعلم. يعني اسعار غاليه ولا رخيصه النهارده؟ والله ماشي حسب الزبون. على حسب الزبون. اللهم صل عليك يا نبي. ادينا رقمك لو حد عايز حاجه توصل معاه. 010 60 73 احنا في 85 85 37 اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل مواد. الله يبارك لك. اسحب يا فخم كده. اسحب يا فخم. هو عمك حلمي يابا. صباح الخير يا حاج حلمي. صباح قبية. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله. اللي عنده الله اكبر. العجل بتنطط تنطيط وتفرج يا راجل يا عاجل يا اللي ما انتش عبيط. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. عايزك تذكر الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. المال صلاه النبي عليه. مالك حلو وانت راجل احلى من الكل. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاك. صباحك زي العسل ان شاء الله. صور ده حاسب. صباح الفل يا فخي. ايه الحلاوة دي؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بكام يا فخي من العلف دي؟ 37.5. هنرخصه السوق. اتفرج وبص وسعره 37.5. هنرخصه السوق النهارده. الله اكبر. هو السوق رخيص لوحده. 40,000. عايز 40. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. انا جاي لك اهو. مزارع شريطه ومزارع فايزه وجميع المزارع من حيوم. اللهم صل عليك يا نبي. معكم حاجه ثانيه يا فخي؟ لا والله معنا الجو شغال على الله. على الله. ادينا الرقم لو حد عايزه يا فخي. الرقم يا ابني بتاعك. كام الرقم؟ الرقم معاك انت. مش حافظ. ولا هو حافظ ولا انت معاك رقم. الله يسهل لكم. معايا بس مش حافظ. تقارير محيارين مع الحاج حلمي العيسى وجماعه بتاع قريه قوم زمران مركز الدلنجات محافظه البحيره. اللهم صل عليك يا بسم الله ما شاء الله. تقارير من التقارير الطيبين يا جماعه امه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. المال صلاه النبي عليه. الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. المال صلاة النبي عليها. الله اكبر. صباح الفل. صباح الخير يا حاج حلمي. اخر دكرين معاك. الله يبارك لك وسط حالك يا حاج حلمي. هنا المصداقيه والامانه. الحاج حلمي العيسى والله يبارك له. عاملين ياما يا حاج حلمي. الله يبارك لك يا حاج حلمي. عشان خاطر زباينك. الله يبارك لك. ب 112 الاثنين يا جماعه واخر عجلين مع الحاج حلمي العيسى والله يبارك له. ادينا الرقم. 010 9 4 5 1 5 3 0 8. اللي عايز اي عجول اي اعداد عجول ذكوره بقر محيره من عند الحاج حلمي الله يبارك لك يا حاج حلمي. واجعل صباحك ابيض. صباحك زي العسل ان شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. ولا شاريه؟ ها؟ بتبيع ولا شاريه؟ لا بنبيع. صور هناك والنبي ما نشفطه دلوقتي. الله يصلح حالك. صور يا عم. يا عم ما فيهاش حاجة. مش وقته مش وقته. الله يصلح حالكم. ما أنا عارف أنت واقف راجل معاك محترم. بس. أنا مسألك بكام بس؟ 47. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. بكام السمنتال ده يا فخي؟ ها؟ بكام؟ ببلاش. ببلاش. ما عادش ها؟ 40,500. بسم الله ما شاء الله. الله يصلح حالكم. اللهم صل عليك يا نبي. المال صلاة النبي عليها. الله اكبر. حج اشرف العيسى وواصل يا جماعة الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. لسه شارع حج اشرف؟
لسه واخده دلوقتي؟ معنا سهرنا الاثنين مع الحاج حلمي. بسم الله ما شاء الله. خدته بيا يا حاج اشرف؟ 54 و200 يا جماعه. اهوت اللي عايز يذبح النهارده ماشي، واللي عايز يعلف برضه للعيد الكبير ماشي. لا والله حاجه عاليه يا حاج اشرف. لا انتوا مالكم مال حلو، ما بتنقوش الا البضاعه الرقم واحد عشان زباينكم برضه. اللهم صل عليك يا نبي. اخره كام يا حاج اشرف؟ 54. الله يبارك لك يا حاج اشرف. بسم الله ما شاء الله. 54,000 يا جماعه لسه شاريه برضه. اهوت الحاج اشرف العسوي تابع الحاج حلمي العسوي، الله يبارك له ويصلح حاله ومحال الجميع يا رب. هناخدوا رقم الحاج اشرف برضه. كام يا حاج اشرف؟ 010 010 9 9 2 2 4 4 7 8 7 6 7 8 7 6 والعنوان برضه قريه كوم زمران مركز الدلنجات محافظه البحيره. اللي عايز اي اعداد عجول محيره جماعه ولحم موجود عندهم، اللي عايز يعلف واللي عايز يذبح كل حاجه يا جاهز عنده. صباحك ابيض يا حاج اشرف، الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. اشكر الله. تسمع ذكر الله، قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله. الله اكبر. العجول الذكور البقر العلف يا جماعه، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. عايز 36 من عند الله. 36 الله عنده ياما يا حاج، طالما بتستعين بالله هيبعت لك من عنده. الله الله اكبر. ربنا يرزقك ويرزق غيرك يا رب. بكام السبت بمرض الله في خير؟ السبت 36 يا عم الحاج. كم؟ 36 ان شاء الله. 36 36000 ان شاء الله باذن ربنا. ذكر علف اهوت، الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. الحاجه بتشتري فيه؟ لسه على الله والله. لسه على الله. ربنا يوفق بينكم. الله ومين. في رقم تليفون لو حد عايز حياته وصل معاه؟ والله ما في، والله ما عارف. الله يصلح حالك يا فيخي. بسم الله ما شاء الله. النهارده مريح شكله. طالما قعدت فوق الدكه كده يبقى الجو فيه فوق. ها؟ والله بجد. اي والله. كم وكم في الدكارين دول يا عو؟ دوب 32 ودوب 34. 34 و32. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. هبوط في الاسعار زي ما قال عوض يا جماعه، الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع يا رب. اللهم امين. سوق ببان تبع حكوم حماده بحيره. في رقم تليفوني عوض؟ 010 010 68 68 22 22 54 54 06 06 والعنوان قريه كوم زمران مركز الدلنجات محافظه البحيره. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. اهم حاجه الناس تذكر الله ورسول الله في تعليق يا جماعه. عايزين نعرفه اكبر عدد من المسلمين اللي موحدين بالله اللي بيذكروا الله ورسول الله في تعليق. ربنا يبعد عنهم وعننا البلاء يا رب. اللهم امين. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر وفي جميع دول العالم، والسلام عليكم.